اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ السلام عليكم، شباركم؟ مرحبا كي بكم في لانا دايرين؟ كويزين. ني معاد الصاد الله يلا، كي دايرين مع هذا الصاد؟ شنو تصاوب لنا اليوم؟ انا الا حصلتك اليوم غادي خدامه، كانت غتخدم بلي بيا عاوتاني. شنو بغيتي عندي ديري بغيت اليوم؟ ندير هذا السر ديال الكويرات مع بطاطا وخيزو والزيتون. طريقه جديده دابا غنديروها ان شاء الله. ان شاء الله. ديري في كوكوط ولا في طاجين؟ لا غنديرو في ديك الكاميرا ديال الطين. غادي يجي مزيان. يلا شنو غنديرو دابا؟ شنو عندنا ديري؟ بعض الحلوى الاول السر ديالو، ندير ديك التمره ديالو كلشي ونخليه يرتاح عاد ديك الساعه نطيب. يلا قولي المقادير اللي كنتي كتخدمي. عندي السر ديالها هو منقره، المغاربه كلهم كيعرفوا كيفاش كي الناس نقطرو هكا كنديرو لي بحال هكا. اللي بغى يخلي الجلده يخليها، انا ما يخلي الجلده يخليها، الا كانت كتحيد كنحيدوها، ما كتحيدش كنخليوها ماشي مشكل. والثومه بطبيعه الحال والقزبر والمعدنوس والطبزيره غنديرو كلشي. شوفوا كلشي احنا خدامين. يلا على بركه الله. اذا كترت بزاف كيبقى لتحت مطحون بزاف والفوق تيبقى ديش من القزبر، انا كيعجبني كتر القزبر في الحوت، هذا كيجي زوين. معدنوس، قزبر معدنوس مخلط تما. نخلط ولكن المعدنوس كثر، اللي كيما يكثر الثومه يكثرها على حسب الثومه. نبدا ندير في الطبزيره، غندير شويه القزبر شويه الحار انا عرفتي شنو كان حتى كنطحن عاد كندير تبزيره باش طحن معاه وصافي، فهمتي؟ كتجي احسن. شويه الكمون، ملحه، ملحه ثاني حسب الذوق، عطاتنيش تحميره والتحميره دير شويه لقايم التحميره لاحظت هاد ليا ما تبقاش تعطي اللون كاع، واخا ديري اللي درتي زعما كتكون ما مزياناش هذيك اللي ما فيهاش. ولات كان الواحد خاص يصوبها لراسو حتى اللي عارف كيفاش يدير لها. صافي ونطحنوها، ما نطحنوش بزاف ثاني غير شويه. صافي بحال هكا، ما نطحنش بزاف. اللي بغيها شي حتى بديك المقده الصغيره بحال هكا هكا اليدويه، كاين ثاني اللي بغيها شي غير الموس، غير بالموس كبير كتهاشي. تنجيب شتي هكا كيطحن كلشي بدقه واحده. دابا غنطحنو الناس الثانية ونرجعو معاكم. نجيب ديال الكبيرة قزبر دابا غنبداو نطيبو الكويره تاع الحوت. هادشي هو القدر اللي عندنا، عندنا مطيشه مقطعه صغيره وغنديرو حتى واحد المقطعه مطيشه الحك. بطاطا وندير هادي طيبتها نص طيبه، خيزو خليتو خضر حتى قطعتو شرائح صغار. عندنا قزبور والثومه شويه الزيتون شويه المصير والطبزيره، عندنا هنا خرقوم والبزار والكمون والخرقوم شويه الحار والملح. دابا غنبداو نطيبو. الطاجين سخن، درنا فوق العافيه سخن. دابا غنديرو شويه زيت العود، ندير الثومة، تقلى مزيان شوية عاد نزيد مطيشة،
الطيشه نخليها حتى تبان مزيان عاد نزيد على المقادير الاخرين. نخليها حتى تبان دابا غنزيد الطبزيرة نزيد شوية القزبر هاد اللحم غادي نخزو دابا باش يلا يطيب هو كنديرو بحال الطفريشة لتحت وكيعطي و نفس الوقت كيعطي المذاق صافي نسدو عليه تطيب شويه عاد نزيدو المقادير الاخرين نزيد واحد المعلقة ونص ديال كبير ديال المطيشة قابشو دما سخون دابا غنبدا ندير الكفتة بعدا ديال السرديل لوريتهاش لكم كندير فيها واحد جوج معلقات ديال الرز بيض وجمعتهم وكورتهم بحال هكا سطحتهم شوية مرخيتهمش مدورين كما العادة بحال هكا دايرين حيت غادي نديرو بون بطاطا في نفس الوقت ندير بطاطا ندير واحد بحال هكا نستفوهم نبدلو شويه ديال الضو هذاك الشكل ديال دايما الكويرات غادي نقصو ليه على مهلو نخليوه يطيب أو نزيروهم بحال هكا نخليو يطيب على خاطرو قالت لي وحده من هذيك درتها هنا الوسط ودورتها درتها هنا الوسط ندير ندير شويه ديال الزيتون ودير في الفلاحه الراي ديالها المهم الزواق تيبقى على حسب الرغبه
نقصوا ليه العافيه ونخليوه يطيب على خاطر. البطاطا ديجا بدا طايبه ثم هو تيغلي تقريبا انا قرب يطيب. يلا غادي نشد الميقه نبدا نغطي نشوف لاصوص ونغطي بها الكفته. هذا هو الشكل الاخير ديال الطاجين، هو كيجي شارب. مضبوط يسرى. الصحة والراحة.